بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. أهلا ومرحبا بكم متابعي قناة نطق العربي. اليوم سنتعرف على واجهة XFC، وبالضبط سنتعرف على البانل أو الشريط الخاص بالواجهة، كيفية إدارته وكيفية التحكم فيه. به أيضا كما سنتعرف على أهم البلوجين والإضافات التي يجب أن نضعها على الشريط. أولا أنا تعمدت أن أزيل جميع البلوجين الخاصة بالشريط لنضعها كأني سأرتبها بنفسي مرة أخرى. أولا هذا هو الشريط، نأتي إليه ثم نضغط على بزر الفأرة الأيمن، ثم نأتي إلى Panel Performances أو إعدادات الشريط، ثم نأتي إلى Ethics، ثم Plus. هنا سنجد جميع الإضافات الخاصة بالشريط، سنأتي إليها فيما بعد، لكن أولا سنرجع إلى Display، سنجد Look، نزيل عنه علامة التفعيل، ثم يمكن سحبه أينما نشاء من هنا فوق تحت كيفما نشاء. سأضعه مثلا فوق إن أردت ذلك، ثم أضغط على Look. الآن لا يمكنني تحريكه حتى وإن أردت ذلك. يمكن أن أجعله vertical أو أجعله desktop، أي شيء، لكن أنا سأعيده بشكله الأفقي horizontal. appearances أو appearance يمكن أن أجعله شفاف، background image أو أجعله solid color، ثم أغير في الشفافية إن أردت ذلك، فأغير أضع الشفافية في 90. ثم يأتي الآن دور الاسم. أهم الإضافات التي يجب أن نعمل عليها وهي أول شيء الـ Application Menu، هذا الافتراضي. أنا أفضل الـ Whisker Menu، هذا Whisker Menu. أضغط على Add، يمكن إضافة الويست منيو التي به إعدادات التي أحتاجها، فنرجع له لنتعرف على كيفية إعداده هو أيضا، ثم نضيف أيضا سنحتاج إلى سيباراتور أو الذي يقوم بوضع مسافات بين التطبيقات. نضغط على Add، لن يظهر معك لكنه موجود، سنتعرف على كيفية إدارته. ثاني شيء أحتاجه أنا هو Show Desktop. أضع Show Desktop كما ترون، وضع مسافة، ثم أحتاج أيضا إلى Directory Menu لأذهب إلى حيث شئت الفولدرز. ثم أختار بعدها Windows Button. Windows Button هو الذي يفتح لك التطبيقات المتوفرة أو التي قمت بفتحها كما تشاهد. في الجهة الأخرى يمكن أن أضيف أيضا البلوجين الخاص مثل الماوس، أو سأضع نوتي إلى الآخر. أضع Notification Area الذي يضع لي البلوجين الخاصة بالوايرلس والبلوجين الخاصة بالبرامج مثل Reshift إذا كان مثلا Sample Screen Recorder، ومثلا هنا برنامج هجرة أو تقويم هجري. يضع لك البلوجين الخاصة أو النوتيفيكيشن الخاصة بالبلوجين بالبرامج الغير تابعة للإكس إس. يمكن وضع بليس، وضع بليس كما وضعته من قبل، كليتمان، برنامج كليتمان، هذا يمكن أن ينسخ
الأوامر أو النصوص التي أو يحتفظ بالآخر عشر أو خمسة عشر أمر التي قمت بنسخها أو نص إن صح التعبير، يمكنك أن تعدل عليه من خلال وظيفي، ثم تعدل على العدد الذي تريد. مثلا أنا أريد 15، أنت يمكن أن تجعلها في 10، وإذا نسخت أمر ستجد نص هنا. مثلا أكتب مثلا منيو، قم بنسخه، كوبي، فأجده هنا. لكن إذا أردت F2C أضغط على F2C وأضغط على باس يقوم بلصق. أيضا سأحتاج إلى البلوجين الخاص في Dart and Chain أو Clock، أي تشاء، يوجد اثنين منهما أو نوعين، أي تشاء، Dart and Chain أو أختار، هذا هو. يمكن أن تقوم بإعداده هو أيضا كما تشاء، تختار مثلا Time Only أو تختار Date and Time. هنا تختار الخط أو الحجم، بعد ذلك أختار plugin notes لأسجل عليه ملاحظاتي وما أشاء من الملاحظات. أيضا يمكن أن تضيف ملاحظات جديدة مثل drop notes أو تضيف new, delete, rename وأي تشاء خاص بنوت الخاص بـ XS. يمكن أن تضيف screen shot لإضافة لأخذ لقطات الشاشة بكل سهولة، بنقرة واحدة يأخذ لك لقطة الشاشة. يمكن هو أيضا أن تقوم بإعداده مثلا أن تضيف ثم تختار مثلا active أو select region، ثم تقوم بعمل هكذا ثم يأخذ لك لقطة الشاشة أي تشاء. ثم سنحتاج أيضا إلى الفلتر آخر، سنقوم بتحويله مرة أخرى إلى مكان آخر، لكن لا مشكلة الآن. نختار Time Out، هذا برنامج مهم جدا أستخدمه شخصيا، وهو لينبهك إلى وقت معين قضيته على الحاسوب ويجبرك على أخذ راحة كما تشاهدون. Take Break، تأتي إلى Copy، ثم أنا أضعه في نصف ساعة يعطيني بريك 5 دقائق. إذا أردت أن أكمل العمل مثلا يعطيني دقيقتين لأنجز العمل المتبقي قبل أن يعود إلى البريك. ويمكن أن تضع له، أن تقوم بإلغاء تفعيله من خلال إزالة علامة الصح على Enable ثم ترجع إليه مرة أخرى. فهذه هي أهم البلوجين الخاصة بالنسبة لأصحاب الحواسيب. أنا أعمل على الديسكتوب، ينحصل إلى Power Manager أو من خلاله هو أيضا تقوم بإعداد الخاص، الإعدادات الخاصة بالتحكم بالحاسوب أو الطاقة. هذه أهم البلوجين التي أفضلها شخصيا. وهنا البلوجين الخاص بالصوت، هذا الخاص بالصوت. ويمكن الآن سنتعرف على كيفية ترتيبها على الشريط. مثلا عفوا، هناك بلوجين آخر أفضله هو Action Button، عاد لأقوم بعمل شوت داون، إطفاء أو إعادة تشغيل الجهاز أو الخروج من المستخدم بطريقة أسرع من الذهاب إلى القائمة ثم إلى اللوغداون. الآن لترتيب كل هذا نأتي إلى اكسبيراتور، ثم أضعه في Notification، ثم أأتي إلى Edit، ثم أضعه له Expand، سيقوم ب
تجعل كل الأوامر التي قبله في الحافة أو في أقصى الشارع، كما تشاهدون في أقصى الشارع. ممكن أن تجعله ترانسبارنسي أو تجعله مكشوف حسب ذوقك، أجعله ترانسبارنسي. ممكن ترتيب كل هذه الأوامر من خلال القائمة هنا أو من خلال فقط الضغط. مثلا أرى أزلت القائمة وأردت التحكم في كل هذه الأمور، أقوم فقط بالضغط على بزر الفأرة الأيمن ثم أختار موف، أتي بالماوس هنا كليك نايم موف، أتي هنا نوتيفيكيشن أو أتي بالساعة موف هذا المكان لإزالة بلوجن معين. أضغط على ريموف بهذا الشكل، سكرين شوت موف، أتي إلى هنا، هنا النوتيفيكيشن أضعه في مكانه. الباور في هذا المكان موف. إذا لم يريد الانتقال بكم إلى مكان معين سيجبرون على نقله من هنا، مثلا أتي إلى الباور ثم أنزله خطوة هكذا. كما تشاهدون يمكن التحكم في البانل الخاص بكم بكل سهولة وبشكل تام دون أي قيد. مثلا في الباور أنا أتي إلى إعدادات الويسكر مينيو، أتي إلى بروبريتيز، ثم أتي إلى بيهافيور، ثم أختار كل هذه. ما الدور الذي قامت به؟ مثلا هنا دون الضغط على القائمة يأتي إلى يقوم بالذهاب إليها، لكن إذا هي سويتش categories by hovering، لكن إذا ألغيت تفعيلها لن يدخل على أي قائمة دون النقر عليه. أنا أفضلها هكذا. position search enter next to panel button، يقوم بتغيير هذه search and واسم الحاسوب أو اسم المستخدم ينقلها إلى أعلى، search ينقلها إلى أعلى. position category تكون في هذه الجهة، لكن أنا أفضل أن تكون أسفل الزر مباشرة. أضغط على position category next to panel button، تأتي بهذه الطريقة. ممكن أيضا أن تضيف panel آخر من خلال panel مرة أخرى، panel preferences، ثم نأتي ونضغط على علامة زائد يأتي panel آخر هنا. يمكن أن تضيف له ما تشاء من البرامج، مثلا أقوم بفتح Application Finder ثم أريد مثلا هذا البرنامج. مثلا أردت هذا البرنامج Create Launcher، مثلا أردت المتصفح أضيفه هنا، تضيفه عندما تظهر لك علامة حمراء أو خط أحمر. Office أضيف Label Office أو Writer مثلا. يمكن أن تضيفه إلى الشريط العلوي ثم تنقله إلى الشريط الأسفل، مثلا أردت أن أنقل السكرين شوت إلى الشريط الأسفل أضغط على موف ثم يمكن أن أنقله إلى الشريط في الأسفل. أريد التحكم في هذا الشريط أضغط على بروبريتي Panel Performance ثم آتي إلى Solid Color ثم أجعله شفاف بالكامل، ثم أتي إلى Automatically Hide the Panel وأختار Anti-Horizontally ثم Lock Panel، يأتي بهذا الشكل. مثلا فتح Open Folder
يخطى، لكن إذا قمت بسحب المؤشر إلى أسفل يعمل بشكل ثم يعمل الفلان، لكن هذا مجرد لانشر للتطبيقات. بضغط على ليبر أوفيس فيفتح الرايتر بشكل عادي. هذا كانت بشكل سريع حول أهم البلوجين وكيف تتعامل مع طريقة المهام على XFC التي تعتبر القوية والرائدة في تخصيص بشكل كامل. شكرا لكم على حسن المتابعة وإلى اللقاء.